من فترة طلع كلام بيقول إن الملياردير المصري سميح ساويرس بيخطط إنه ينقل استثماراته الشخصية للسعودية، وده في قطاعات كتير أهمها قطاع السياحة. بس يا ترى إيه حقيقة الكلام ده؟ وهل فعلاً ساويرس هينفذ مدينة سياحية زي الجونة بالظبط لكن في المملكة العربية السعودية؟ أنا مريم مجدي، وخليكم معنا في الفيديو ده علشان نقول لكم إيه الحكاية. رجل الأعمال سميح ساويرس بيخطط إنه يستثمر في السعودية السنة دي، وتحديداً في قطاع السياحة، وده لأنه حسب تصريحاته اللي نشرها موقع الشرق بلومبرج بيخطط يبني مشروع مدينة الجونة المصرية لكن في المملكة، وده اللي أعلنه ساويرس في مقابلة مع الشرق بلومبرج على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني واللي انعقد في الرياض. وقال فيها أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع اللي بيطل على البحر الأحمر مش هتقل عن 500 مليون دولار، وأنه هيتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي. وقال كمان للعربية إنه بيخطط لمشروع سياحي في منطقة جدة القديمة بالسعودية، وده هيكون عبارة عن تحويل المباني القديمة في المنطقة لغرف فندقية لجذب السياح للمنطقة، وده هيكون ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية. والمفترض إن تشغيل المشروع ده يبدأ خلال السنة دي، وحسب سميح ساويرس التوسع بالاستثمار في السعودية جه بدعم التسهيلات اللي بتقدمها المملكة للمستثمر وسهولة دخول وخروج الأموال. مش بس كده، ده قال كمان إنه بيخطط لإنشاء فندق جديد في سويسرا باستثمارات 200 مليون دولار، واللي هيبدأ في تنفيذه السنة اللي جاية. وطبعاً دي أول مرة سميح ساويرس يتكلم عن مشاريعه في السعودية بالتفصيل بعد حالة الجدل اللي عملها بسبب تصريحاته السابقة عن توجيه استثماراته للسعودية باعتبارها هتكون المنطقة رقم واحد في جذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة اللي جاية، خاصة وإنه شايف إنها منطقة استثمارية واعدة جداً. طب هل ده معناه إن استثماراته في مصر خلاص هتقف؟ لا يا سيدي، الملياردير المصري أكد في تصريحاته إن استثماراته في مصر مش هتقف، وإنه مستمر في التوسع في مشروع الجونة، وهيضخ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسع فنادق قائمة بالفعل. وفي تصريحات سابقة للشرق بلومبرج اتكلم الملياردير سميح ساويرس وقال إنه بعد كام سنة المملكة العربية السعودية هتصبح أكتر مكان بتجري فيه استثمارات، وبدل ما في دبي واحدة هنشوف في السعودية أكتر من مدينة بنفس الشكل. وقال سميح ساويرس إن التحركات السريعة للمملكة العربية السعودية وخاصة في الملف السياحي عملت نقلة كبيرة شجعتنا على ضرورة التواجد في السعودية، وكان بيشكر في سرعة إنجاز الإجراءات والتصاريح الخاصة بسياحة اليخوت واللي كان شايف إنها زودت من تنافسية السوق السعودي. مش بس كده، ده من فترة في مؤتمر صحفي سابق عقدته شركة أوراسكوم للتنمية اتكلم سميح ساويرس وقال إنه ساب المناصب التنفيذية في شركة أوراسكوم للتنمية، وقال إنه هيركز الفترة اللي جاية على استثمارات سياحية وفندقية في بعض المناطق المحلية ده غير الأسواق الإقليمية المجاورة. وحسب تصريحاته وقتها قال إنه فضل سنين بيشرف على حجم ضخم من الأعمال في الشركة، وخلال الفترة دي عايز ياخد راحة من النوعية دي من الأعمال. والأهم من ده كله إنه وقتها أعلن إنه بيدرس بشكل شخصي مشروعات كتيرة في أسواق خارجية زي السعودية والمغرب، لكنه قال إنه هيعرض كل الفرص دي على شركة أوراسكوم للتنمية عشان لو الشركة حبت تستثمر فيها. لكن طبعاً وقتها التصريحات اللي قالها ساويرس لوسائل إعلام سعودية عملت جدل كبير، وفي ناس اعتبرت إنها جت في وقت صعب جداً بالنسبة للاقتصاد المصري، وإنها كمان ممكن تضر بمساعي الحكومة لجذب المستثمرين للبلاد. دلوقتي بقى قولنا رأيك في اللي بيحصل بشكل عام، وهل شايف إن ده بيشكل أي خطر على اقتصادنا؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.